أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار وارقبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاءك برق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلم جاءك برق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون إننا منتصرون بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال من عزائم الرجال بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة في نسة وكسنين من ركام صفحة في نسة تطوى كسنين من ركام أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين
أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحي. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين.